كندا، يعني الناس قاعدة مستنية النهاردة في فانكوفر الجو عشان يشوفوا هيبقى عامل ازاي. الكلام ده أول مرة يحصل، ما حصلش من 10 سنين. الناس اللي بيقولوا لي طبعا لسه جديد، فأنا ما أعرفش إذا كان الكلام ده حصل قبل كده ولا لأ، بس بيقولوا لي أول مرة يحصل. فواضح إن كندا بترحب بينا. بس عايز أفرجكوا على المشهد من بره عامل ازاي. الدنيا لسه بادئة، ف مفيش تلج في الأرض، بس في خلال ربع ساعة بالكتير هتلاقي تلج كتير جدا في الأرض، وهتلاقي الدنيا بقى تلج، والتلج بيوصل سمك قد كده وحاجات كده يعني. أنا عند الجامعة بتاعتي BCIT، زي ما انتوا شايفين. الموضوع غريب جدا لأنه أول مرة يحصل في داون تاون بالشكل ده كده، إن يبقى بالشكل دوت التلج نازل. بص أنا يعني اتمليت في ثواني،